على حسابي، فطلع قال لي بقول لك ايه، انا المدرب بتاعك وانت جول موهوب وجول كويس مستقبل النادي، انا عندي ماتشين في كاس العالم، انت لو عايز تلعب العب ومش هيفرق معايا اي حاجه، انا عندي منزل مصر بقى، عندي زمالك وعندي اسماعيلي في اسماعيليه، اللي هو الزمالك اللي انه بيتكلم عليه بتاع الصفتي لما عبد الواحد شد شويه مع الصفتي، قال لي دول تكسبني فيهم وخلاص وهترجع تلعب عادي ومفيش مشاكل، انت هنا احنا في اليابان عايز تلعب العب وما يهمكش اي حاجه وبتاع. فهو عنده من الخبرات ان انت يعني يقدر يطلع منك وعارف يعرف يستفز اللعيب اللي معاه، يعني مثلا في لعيب مثلا لازم يدوس عليه عشان ياخد منه، تمام، في لعيب لا لازم يسايسه عشان صحيح. ياخد منه. يعني انا في موقف محدش يعرفه خالص، كنا بنلعب بالنادي الاسماعيلي في كاس مصر قبل النهائي، كان الكابتن ابو تريكه يعني مش عايز اقول ما كانش كويس، ما هو ما كانش موفق، فدخل بين الشوطين كان نتيجه 0-0، كان قاعد جنبي كابتن احمد حسن وبركات وائل جمعه وجنبي الكابتن ابو تريكه، واحنا قاعدين فقعد يسال واحد واحد، قال له كان في لعيب معانا اسمه ابو تريكه رقم 22 شفته؟ هو فانا بصيت له فبقول له ازاي؟ قال لي انت كان في لعيب اسمه ابو تريكه معانا في الفريق ما جاش النهارده، انت شفته؟ فبصيت له مش عارف اقول ايه، سال بركات، فبركات قال له لا ما شفتوش خالص، اتدخل على بركات ماشي معايا قال له لا ما مش موجود. فدخل فسال الكابتن ابو تريكه قال له انت في لعيب اسمه ابو تريكه لعيب موهوب لعيب كبير انت شفته النهارده؟ فراح ابو تريكه بص له كده، اول بالظبط 5 دقايق ابو تريكه راح جايب جول. فهو بيعرف يطلع هو ما كانش داخل يهرج، هو داخل عايز يستفزه. لا لا خالص عايز يستفزه، مع اني ابو تريكه من النوع اللي انت يعني تتعامل معاه تستفزوش بسهوله، لا وتتعامل معاه ان انت لعيب كبير ولعيب مهم. هو طبعا ابو تريكه ما كانش حاطط في دماغه الحاجات دي كلها، حاطط في دماغه ان انا اكسب النادي الاهلي النهارده، لازم حتى لو انا وحش لازم اكسب النادي الاهلي، وده اللي كان بيفكر فيه. فهو راجل عنده شخصيه وعنده ان هو يقدر يطلع من اللعيب اللي هو عايزه.